الطريقة. كابتن أحمد عيد عبد الملك أحد المتحمسين على السوشيال ميديا للزمالك اتكلم بعد مباراة الزمالك والمقاولين اللي انتهت بالتعادل 2-2 وقال هنيجي نغير التاريخ، يعني 100 سنة على نفس الحال، اتجاه إجباري علشان الناس تفرح، في إشارة من كابتن أحمد عيد إن التعادل كان بفعل فاعل وإن النادي الأهلي بيجامل تحكيميا وإن التاريخ خلال 100 سنة تم التدخل فيه. طب نحب ننتقل للفيديو ده عشان نشوف كابتن أحمد عيد وهو في الزمالك كان شايف التاريخ بيحصل فيه. مجنناك الحتة بتاعت ان وانا لابس الفانيلة البيضة تلاقي فانيلة تانية. طبعا كان بيقول لك ايه بقى السنة اللي فاتت كابتن احمد خدت 3 انذارات بمزاجي عشان اريح في الزمالك. في الزمالك السنة دي واخد حوالي 8 منهم 2 طرد بقى مش بمزاجي غصب عني. الشيرت البيضة ما كانش في حد يقدر الاحمر ده انا بقولها للحكام وقلت لكذا حكم السنة دي في الماتشات، في الماتشات اللي كنت باخد فيها انذارات. انت السنة اللي فاتت ما كنتش بتقدر تتكلم معايا كده. انت بتقول له كده؟ كنت بقول له عايز يسيبك؟ لا بس بعد ما بيديني انذار. مش محتاجين نعقب في النقطة دي، كابتن أحمد عيد كفى ووفى، بس في نقطة تانية محتاجين نعقب فيها. رسالة لكابتن أحمد عيد، فخلي بالك من كلامك، سهل جدا إن أنت تكسب الجمهور بشعارات، بس اللي أعرفه لو أنت ثابت على المبدأ وعندك اختلاف مع النادي الأهلي أو أنت شايف إنه على مدار 100 سنة كان نادي أنت عندك خلاف معاه ومع بطولاته، ما أعتقدش إن أنت هيكون موقفك من اللعب ليه كالآتي. نشوف الفيديو. انا دايما بقول اللي بيخسر جماهير النادي الاهلي بيخسر اكتر من نص جماهير مصر. يعني اي حد بيتمنى يلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي زي نادي الزمالك فما فيش مشكله خالص. طبعا لو نادي حرس الحدود وافق ان انا انتقل دي ما فيهاش اي مشكله خالص ان انا اروح نادي الاهلي وارحب وتبقى اضافه لاحمد عيد يعني في اسمه وفي تاريخه يعني وفي السي في بتاعه بعد ما يبطل. يعني النادي الاهلي يعني صرح كبير اي حد يتمنى اللي هو يبقى موجود جوه النادي الاهلي ويلبس تيشيرت النادي الاهلي ويلعب تحت تحت الضغط الجمهوري بتاع النادي الاهلي الجميل. طبعا سبحان مغير الاحوال من حال الى حال. ما عندناش تعليق تاني يا كابتن احمد، انت اللي علقت ورديت على نفسك. وزي ما قلنا ان في رساله للبرنامج ده وللفقره دي ان احنا نتواصل مع الرموز بتوع اللعبات الاخرى في النادي الاهلي. هنروح لتقرير عن الكابتن طارق الغنام احد اساطير لعبة السلة في النادي